مين جيت ندوز سقط. انا عندي واحد المشكل مع الفلوس، نخرج بالفلوس نجيب لا فلوس. هذه هي. السلام عليكم، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ بخير، كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنقول لكم صباح الخير، حيتاش جيت بكري للمحل، سكات، ما كاين حتى شي واحد غير انا كنهضر معكم، نهضر مع الناس اللي باغيين يبداو شي مشروع، عيادات الخياطه اولا ديال اي حاجه. مهم اي هدف عندك في الحياه ديالك، ماشي بالضروري يكون مشروع. اللي بغيت نقول لك هو واحد النصيحه انني نعطيها لك، هو ان ضروري خصك تكون تشوف الناس اللي دايرين بك. انا نشرح لك بحاليش، شحال من وحده كتبغي تعمل شي حاجه ما كتقدرش تعملها، علاش؟ المشكل فين هو؟ المشكل ماشي فيها، المشكل في الناس اللي دايرين بها. انا نشرح لكم، انا وقعت لي واحد الحاجه واحد النهار، من تما استنتجت وعرفت باللي العامل النفسي واحد عنده تاثير كبير علينا. انا نشرح لكم، انا كنت كندوز البيرمي، ملي كنت كندوز البيرمي مشيت هيدا كندوز وهذا، مهم كنحفظ في الدار داك الكود وداك الشيء حفظته، كنت حفظت 40 سلسله، كل سلسله فيها 80 سؤال وحفظتهم كاملين. علاش؟ باش ننجح. يعني ما بغيتش انني نضيع وقتي في البيرمي وما ننجحش، ياك؟ حيت من نوع ديال الناس انا اللي مثلا كنعمل واحد الحاجه في بالي كخصني نعملها نوصل لها، كنقول لا حتى انا نعملها. ما علينا، حفظنا داك السلسله ديال الامتحان وكلشي، مشيت دوزت الامتحان الحمد لله نجحت، جبت نقطه مزيانه. وانا الهم ديالي كامل فين كان؟ كان على داك السلسله، كنخاف لا ننسى شي سؤال ولا ننسى شي حاجه، حيتاش في البيرمي الناس كاملين اللي كيدوزوا بيرمي كيقول لك اصعب حاجه هي الكود، اما بالنسبه للسكان لا. صافي، وبحكم انني انا يعني كنسوق مزيان وطلقت يدي مع واحد السيده هي اللي كانت كدوز لي البيرمي، وتبارك الله عليها عندها السوقان مزيان، وعطات لي واحد الثقه في النفس وواحد الشجاعه انني نسوق انا ونتعلم. وخصوصا مي كانت كتقول لي انا سوقت الرموكه، سوقت الموتور، سوقت هذه، المهم كتهضر معايا وحسيت بانني انا ثقه في راسي، لدرجه انني قدرت انني نعمل باركي، انني ندخل للكراج ونرجع للور. يعني داكشي ديال الامتحان كامل عملته سهل، يعني بديت كنخرج معاها وكنسوق بشكل عادي جدا بدون خوف، ياك؟ وشنو وقع؟ اللي وقع هو ان نهار ديال الامتحان مين مشيت معايا واحد البنت حتى هي غدوز امتحان، ومني ركبت معايا وهي مخلوعه كتقول لي والو انا ما غنجحش، انا غنسقط، حق هذاك اللي كيدوز تما قبيح ماشي مزيان، وكيقولوا عليه قبيح، وكيقولوا عليه اذا ما عطيتيهش الرشوه ما غيكونش معك مزيان وغيسقطك. المهم بقات الطريق كامله وهي كتهضر معايا هيدا هاد الطريقه السلبيه، لدرجه انني شككت في راسي بانني حتى انا ما غنعرفش، وخافت خصوصا ملي قالت لي راه هو ماشي مزيان يقدر يغلطك وما نعرفش ني وهذا. صافي، مين مشيت لتما فوقاش داونا مع 10 الصباح، وحنايا ندوزو حتى لجوج ديال النهار، وتخيلوا من 10 ديال الصباح لجوج ديال النهار وهي معايا وكتبدا تحسسني بانها هي غتسقط، وبان داكشي صعيب، وبان هي واخا كتسوق راه هو قبيح. تلفتني مين جيت ندوز سقط. على سقط وحاجه اخرى، وداك الاستاذه سبقتني انا الاولى بحكم انك تعرفني باللي كنسوق مزيان، تفاجات قالت لي ما تخيلتكش انك تعمل داك الغلط، يعني الا دخلت مع البدايه غلط. علاش غلط في نظركم؟ حيتاش كانت معايا واحد السيده اللي هي سلبيه، اللي هي اثرت على النفسيه ديالي، ياك؟ وهذا الشيء اللي بغيت نقول لكم ليكم، يعني ملي تكونوا غتدخلوا شي مشروع ولا تعملوا شي حاجه في حياتكم، ولا بغيتي تنوض في الصباح، ولا بغيتي تعمل رياضه، ولا بغيتي تضعف وتنقص الوزن، ولا بغيتي تهلا في البشره ديالك وتهلا في راسك وتعيش حياتك، حاولوا انكم تبعدوا الناس السلبيين من حياتكم، اولا اذا كانوا الناس مقربين حاولوا انكم تديو منهم غير الحاجه اللي نتوما محتاجينها. مثلا شي واحد فيه بزاف ديال الحاجات
حاولوا انكم داك الحاجات دايما قل في بالك باللي هذا الانسان هذا فيه هاد الحاجات، هادو حاجات ماشي مزيانين، انا ماشي بحالو، انا احسن من داك الانسان، انا واحد الانسانه اللي هي تلقائيه، اللي هي متفائله، اللي هي مزيانه، اللي هي كطمح انها تزيد للقدام. يعني حاولوا انكم دائما تشوفوا واحد الناس. دابا مثلا شحال كيفاش غنشرح لكم، مول دائما صحابكم الناس ديالكم اي واحد، حاولوا انكم تديو منهم شي حاجه مزيونه. مثلا شي وحده كتعرفها كتنوض بكري، حاول انك تهضر معها على النياض بكري، ولا كيفاش مثلا كتنوض بكري، برافو ليك مزيانه، حتى انا خصني نوض بكري. بمجرد انك تهضر معها راه غتحس براسك بانك خصك تنوض بكري. مثلا شي وحده ناجحه في الخدمه ديالها ولا في المشروع ديالها ولا كتخدم مزيان ولا شي حاجه، ما تقولش لا انا احسن منها، لا ماشي احسن منها، انتينا كخصك تكون بحالها، انتينا تقدر تكون بحالها، انتينا تقدر تكون بحالها وتقدر كاع تفوتها بالحق، حيت انتينا تتبع الخطوه ديالها اللي هي ماشيه فيه. بالنسبه للناس اللي ناعسين واللي مرخيين واللي ما يزيدوا لكم حتى شي حاجه، هذوك شوفوا فيهم بواحد الشوفه ومساكن. يعني حنا انا ما نقدرش نكون بحالهم، لا انا خصني نكون ناجح في حياتي، خصني نعمل ونعمل. يعني ما تاثروش بالناس اللي حداكم، شوفوا دائما الناس وشوفوهم كيفاش حياتهم ماشيه. شفتوا شي واحد متفائل حاولوا انكم تاثروا به، شي واحد متشائم حاولوا انكم تبعدوا منه، او حاولوا انكم اذا جلستوا معاه حاولوا تهضروا غير على شي حاجات اللي هما مزيونين. اما بالنسبه لذاك التشاؤم ديالهم ما تقولهم شي انا غنعمل شي حاجه في حياتي ولا لا، بصفه نهائيا دائما حاول انك تجمع الناس اللي متفائلين واللي مزيانين حدك. هذا الفيديو هذا عملته ماشي على شي حاجه، فقت اليوم في الصباح طاحت لي في بالي هذه الفكره، قلت كاينين بزاف ديال الناس للاسف كيتشائموا وكيكونوا مضرورين وماشي مزيانين بسبب هذا الشيء هذا. وحاجه اخرى اللي بغيت نقول لكم، دابا بالنسبه لي انا عندي بعض صحابي، انا نقول لكم عندي واحد صاحبتي اللي فيها مزيان بلا ما نذكر الاسماء، اللي فيها مزيان هو انها كتنوض بكري، ولا انها كيعجبها تنوض تعمل الشغل وتالي الشغل ديالها وتقولي انا جففت وانا عملت وانا هادي. هادي كيعجبني نهضر معها، علاش؟ حيتاش اول حاجه غتشجعني على انها تنوض بكري، وثاني حاجه كتشجعني على انني نوض نقضي الشغل ديالي، وثالث حاجه كتشجعني على انها كتهضر لي بزاف على انها خصها تمارس الرياضه. اذا حتى انا نتشجع باش حتى انا نمارس الرياضه، واخا انا هادشي في بالي بالحق. ملي كيكون عندك شي واحد في حياتك بهذا الشكل هذا، يعني كي اش نقول لكم، كتستافدوا منه، كيحمسكم بحال اللي دابا مثلا انا كنحمسكم في الفيديو. واحد صاحبتي اخرى اللي فيها مزيون هو انها كتحمسني على مثلا على التصور، كتحمسني على انها كتهضر لي على المشاريع وانها خصها توصل وانها تعمل شي حاجه في حياتها وانها ما تبقاش في موطعه وانها تزيد القدام اكثر واكثر. ها هي عندي واحد صاحبتي اخرى اللي فيها مزيون هو انها من النوع اللي كتجمع، يعني من النوع اللي ماشي كتفسد فلوس وكتخويهم، بحال دابا مثلا انا في هاد الصنعه خايبه، اذا خرجوا معايا الفلوس ضروري ما نتسخر، اذا ما مشات لي ولا تمشي لي 100 درهم. يعني هذا واحد ديفو فيا انا كبير، هو ان عندي واحد المشكل مع الفلوس، نخرج بالفلوس نجيب لها فلوس، هذه فيا ما عرفتش علاش. كان عيا نحاول نحيدها، باقي ما تحيدتش مني، لكن تدريجيا شي واحد كيفتح الريدو، لكن تدريجيا غتحيد مني. علاش؟ حيتاش انا عندي الرغبه انني خصني نتبدل، ما خصنيش نبقى هيدا، ما خصنيش نكون كنفسد الفلوس بزاف، خصني نكون حتى انا واحد الانسانه اللي نجمع ويكون عندي واحد الشيتو ديال الفلوس زايدين وانني نقدر نعمل بهم بزاف ديال الحاجات. واحد صاحبتي اخرى اللي فيها مزيون هو انها كتخدم وكتحاول انها تخدم وتوفق ما بين الدار وما بين الخدمه وما بين انها كيعجبها السفر. المهم وما كاينين بزاف انا عندي في حياتي ديال الناس، كل وحده فيها شي حاجه مميزه. وحده اخرى عاوتاني اللي فيها مزيون عاود هو انها هي خياطه وكتبغي تخدم حتى بيدها، واخا هي ما محتاجاش انها تخدم بيدها، كتعطي النباتات وكتخدم حتى بيدها. استغفر الله،
اذا ملي كتخدم بيدك انا كتعطيني واحد الحماس انني بعد البيس نقدر نخدمه بيدي. مثلا انا عطيني النباته 400 درهم ولا 300 درهم نقدر تزيد نزيده فيا وداك الفليسات نديهم انا ونعمل بيهم شي حاجه لراسي. المهم هادشي اللي بغيت نشرح لكم، يعني دائما حاولوا انكم تعملوا الناس اللي هما ماشي سلبيين، اللي هما مزيونين في حياتكم واللي هما ايجابيين في حياتكم، وحاولوا انكم حتى القنوات اللي كتفرجوا فيها يكونوا الناس ديالها ايجابيين بدون مشاكل. نقول لكم واحد الحاجه، شفتوا انا اعوذ بالله من قول التانة، اذا كنت كنتفرج شي مسلسل وداك المسلسل مزيون في الاول وصل لواحد الفتره فيه المشاكل والصداع وهذا، ما نكملوش، نقدر ندوز شي ثلاثه الحلقات ولا اربعه الحلقات ما نتفرجلوش. علاش؟ انا فيا ما يتغير، انا خصني نكون منشطانه. الغيار لا، كنكون كنتفرج في شي قناه هيدا من قنوات مثلا كنتفرج فيهم اولا شي حاجه، اذا وصلوا لذاك المشاكل ولذاك الصداع ولذاك الحريق دالراس اللي ما غيزيدك والو غيمرضك وغتشك في راسك وتشك في الناس اللي حداك، ما كنزيدش نتبعهم حتى تالي المشاكل ديال على خطره، وداك الساعه نرجع نتبع باش ما كنتاثرش نفسيا وكنكون مرتاحه. يعني كنحاول انني نبعد على المشاكل قدر المستطاع، وكنحاول انني ندخل الناس لحياتي اللي هما ايجابيين اللي هما غيزيدوني شي منفعه بالنسبه للناس اللي سلبيين او لما غنستافد منهم حتى شي حاجه من غير انهم جالسين وصافي وما كيعملوا والو في حياتهم. بالنسبه لذاك الناس كتبقى علاقتي معهم مزيانه وكل شيء، لكن في حدود، يعني ماشي بشكل يومي انني نهضر معهم. لكن الناس اللي هما ايجابيين واللي في حياتي ما كرهتش نهضر معهم كل نهار. كنظن وقيل هذا الفيديو جا طويل على ما اظن، اذا جا طويل نقدر نعمل لكم المحل، حيتاش كان خصني دابا اليوم ما نصور معكم المحل اللي كان خصني نمشي ليلو. كنظن ما يبقى ليش الوقت، اذا ما بقى ليش الوقت نخليوه حتى الغدا ان شاء الله ونزلهم لكم. وكنسمحوا لي بزاف بزاف اذا عطلتكم ولا شي حاجه.